السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر من رمضان عام 1442، ونحن على مشارف انقضاء هذا الشهر، رأيت من المناسب التذكير ببعض أحكام زكاة الفطر المشروع دفعها عند نهاية شهر رمضان المبارك، وجملة أحكامها مندرجة تحت حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابن ماجه وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه الحكمة من شرع زكاة الفطر، فزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، والرفث هو الكلام والفعل الذي يأثم به الإنسان. والصائم لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: الأولى أن يحفظ صومه فلا يتكلم إلا بما فيه خير ولا يفعل إلا ما فيه خير، وهذا أعلى الأقسام. الثاني أن يهمل صومه فيشتغل بالرفث والفسوق والعصيان، فهذا شر الأقسام. الثالث أن يأتي في صومه بلغو لا فائدة فيه ولا مضرة، فهذا لا إثم عليه لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يشغل هذا الشيء الذي جعله لغوا بما هو خير ومصلحة. فالصائم لا يخلو من اللغو والرفث غالبا. فهذه الصدقة التي هي زكاة الفطر طهرة له، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فتكون هذه الصدقة كفارة لما حصل للصائم من اللغو والرفث وتطهيرا له. والفائدة الثانية من زكاة الفطر كما ورد في الحديث أنها طعمة للمساكين، يعني يطعمونها يوم العيد ويأكلون ويشربون مع الناس، ويكون العيد عيدا للجميع. ولهذا قال العلماء: إن الأفضل من أصناف زكاة الفطر ما كان أسهل مؤونة، مثل التمر، فإذا أعطيته الفقير أكله مباشرة. ولكن إذا كان التمر ليس بالشيء المفضل عند الفقير ويفضل عليه الأرز مثلا، فإن الأرز يكون أولى.
وقوله في الحديث للمساكين المراد بهم ما يشمل الفقراء، لأن الفقير إذا ذكر بدون ذكر المسكين فهو يشمل المسكين، والمسكين إذا ذكر بدون الفقير يشمل الفقير، وإذا اجتمع افترق، فصار الفقير أشد حاجة من المسكين. وهل الفقير والمسكين مجتمعان في هذا الحديث؟ الجواب ليس مجتمعين. إذن فالمسكين هنا يشمل الفقير، فهي طعمة للفقراء والمساكين يطعمونها يوم العيد ويفرحون كما يفرح الأغنياء. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ففيه من الأحكام أن زكاة الفطر فرض واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الأحكام أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر، لأنه هو وقت الفطر، فلا تصح في أول الشهر، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنها تصح، معللا ذلك بأن الصيام سبب والفطر شرط، والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه، فمثلا يجوز تقديم الكفارة بعد اليمين الذي هو سببها وقبل الحنث الذي هو شرطها، لكن الصحيح أن الفطر سبب وليس بشرط. ومن الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث أن مقدار الفطرة صاع، لقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ، وهذا المقدار معلوم، وقد حده بعض العلماء بكيلوين وأربعين جرام، وبعضهم كالشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن الصاع 3 كيلوات، وهذا هو الأحوط في زكاة الفطر، فالقادر على دفع الصاع، لو دفع نصف صاع لم يجزئه، ولكن إذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدر عليه منه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إذا لم يستطع دفع الصاع دفع ما قدر عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير فكان دفع بعضه له معنى. ومنهم من قال إن هذه عبادة مقدرة بقدر معين، فإذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه، لأنها إذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فإنها لا تصح، ولكن الصحيح هو القول الأول لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأننا نقول لو عجز عن الوضوء كاملا لكل أعضائه توضأ بما يقدر عليه ويصح، ولأننا نقول أيضا لو عجز عن ركوع السجود صلى الصلاة وأومأ بالركوع والسجود، فهذه هي القاعدة الشرعية. ولأننا نقول إن دفع البعض فيه منفعة، فإذا جاء الفقير نصف صاع من هذا ونصف صاع منها من آخر تكامل عنده الصاع. ومن الأحكام في هذا الحديث أنه يدفع الصاع من التمر والشعير، لقوله صاع من تمر أو صاع من شعير. وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه كمثال للطعام لأن هذا هو الأغلب؟ والمعروف عند الأصوليين أن القيد الخارج مخرج الغالب لا مفهوم له، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن الربيبة وإن لم تكن في الحجر
محرمة على زوج أمها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه، فنقول إن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي أن غيره لا يجزي. المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام، وعلى هذا فيدفع هذا الجنس من الطعام وإن لم يكن طعاما للناس وقت الدفع. فمثلا التمر عند الناس الآن طعام، والشعير ليس طعاما للآدميين. والظاهر المعنى الأول، وأن هذا على سبيل المثال، لأن الغالب، لأن هذا هو الغالب، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. وعليه فيكون الأمر مقيدا بما يكون طعمة للمساكين ومصلحة لهم. فإذا جاء يوم أو جاء وقت بحيث لا يكون التمر طعاما ولا قوتا ولا الشعير كذلك، فإننا نقول أخرج من قوت بلدك. ومن الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر. وجه ذلك أنه قال صاعا من تمر أو شعير، والتمر والشعير غالبا تختلف قيمتها. لو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يعادله من الشعير مثلا، أو ما يعادل قيمته. فلما فرضها من أجناس مختلفة النوع ومختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار، علم أن القيمة هنا غير معتبرة. وهذا القول هو الراجح وإن كان في زكاة المال قد تجزئ القيمة عن عين المال، لكن هنا لا يصح إلا صاع من تمر أو من شعير أو من طعام. ومن الفوائد التي تؤخذ أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. وما ذكر في الحديث فهو من باب تعدد الأنواع: الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى. وهل تجب على العاجز الذي لا يقدر كإنسان ما عنده صاع فهل تجب عليه؟ الجواب لا تجب عليه. لكن هل تبقى في ذمته؟ الجواب لا تبقى أيضا في ذمته، لأن القاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها. ولهذا جاء في قصة المجامع في نهار رمضان حين كان فقيرا وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر، فهل قال له فإذا قدرت فأدي؟ الجواب لا. فالواجبات المقيدة بزمن إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان قادرا عليها فإنها تسقط عنه، وإلا لألزمنا المسلمين بأمور كثيرة يعجزون عنها. فمثلا الصلاة إذا كان الإنسان غير قادر عليها ثم قدر فيما بعد فلا يقال له أدها بركوعها وسجودها. وكذلك أيضا نقول في الكفارات، ونقول أيضا في الواجبات المالية. فكل واجب إذا كان معينا بزمن وجاء ذلك الزمن والمكلف غير قادر عليه فإنه يسقط. ومن الفوائد التي تؤخذ من حديث عبد الله بن عمر أن شرط الإسلام أن الإسلام شرط لوجوب الواجبات لقوله من المسلمين. ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبة في الآخرة أو لا؟ الصحيح أنه لا يسقط المطالبة في الآخرة، بمعنى أن الكفار لا نطالبهم بفعل الشرائع الإسلامية حال كفرهم، ولا نطالبهم بقضائها بعد إسلامهم، لكن لو ماتوا على الكفر فإنهم يعاقبون عليها. هذا هو القول الصحيح. ومن الفوائد التي تؤخذ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن زكاة الفطر تؤدى في نفس اليوم قبل خروج
الناس إلى الصلاة لقوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والمقصود بالصلاة صلاة العيد، هذا هو المفهوم والظاهر من الحديث، وإلا لقال وأمر أن تؤدى قبل ليلة العيد مثلا، لكن لما قال قبل خروج الناس إلى صلاة العيد كان ظاهره أن تؤدى في صباح العيد ولكن قبل الصلاة. ومن الفوائد التي تؤخذ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أداءها بعد الصلاة غير مجزي، لأنه خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول من أهل العلم إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد أجزأت مع الكراهة، فيقال له أين دليلك على الإجزاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهو إذا أداها بعد الصلاة فقد فعل ما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل فعل ما يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل ما يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب المصير إليه، لأن النص سواء كان من القرآن أو كان من السنة إذا كان صريحا في موضوع النزاع وجب المصير إليه، ولا يمكن أن يكون مقبولا رفضه. ويجوز أن يقدم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فيكون يوم 29، لأنه إذا أخرجها في اليوم 28 فهو على خطر، لأنه إذا وفى الشهر 30 صارت قبل العيد بثلاثة أيام، وعلى هذا فهو على خطر، فيخرج زكاة الفطر في اليوم 29، لأن الناس كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن الفوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان حكمة الشارع في التسوية في الواجب في الزكاة وإن اختلفت أجناسها، لأنه قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير حتى لا يختلف الناس في ذلك، فيقول هذا أنا أخرج من جنس جيد نصف صاع، ويقول الثاني أنا أخرج من جنس رديء صاعين، فنقول لا يصح هذا، فإن الشارع قدرها صاعا لا زيادة فيه ولا نقص. وبهذا نعرف ضعف قول من ذهب إلى أنه إذا كانت زكاة الفطر من نوع جيد فإنه يجزئ نصف صاع بدلا من الصاع. وممن ذهب إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن صدقة الفطر من البر يجزئ فيها نصف صاع، وقاس ذلك على الكفارات، فإن الكفارات ذكرت في كتب الفقه أن الواجب فيها مدة من البر أو نصف صاع من غيره. والصواب في هذه المسألة أعني زكاة الفطر أنه لا بد فيها من الصاع ولو كان النوع جيدا، لقول أبي سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أداها من اللباس فلا يصح لأن الشارع فرضها من الطعام. هذا موجز ببعض الأحكام المهمة في زكاة الفطر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.